الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم وارحب بحضراتكم في هذا الملتقى في ختامي الوثبة ختامي الختاميات بشعارات أصحاب السمو والشيوخ المزينة دائما عاصمة الميادين بشعاراتها وبهذا الحضور على بركة الله وتوفيقه، حيث انطلق هذا الشوط شوطنا التاسع المخصص للإبكار لسن لقاية مباشرة إلى المقدمة في هذا المساء الجميل إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار الشاهينية. ولكن هناك أيضا الصلفة من تتقدم على صدارة هذا الشوط بالشعار العنابي، هنا هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثاني هذه الشهامة من تاتي على مستوى المركز الثاني لهجن الرياسة، يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم بوسعيد على مستوى المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث بلقى لواحظ القادمة على المركز الثالث لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الرابع القادمة الشاهينية لهجن العاصفة يتقدم غياث الهلالية، ياتي غياث الهلالية يتقدم مع هذا الشعار الكبير والمميز الذي دائما له صولات جولات في عالم سباقات الهجن، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم من الهدرة لهجن الرياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري يقودها في عملية التضمير، بينما المركز السادس هذه طموح لهجن الشحانية خالد بن عبد الله العطية ياتي هنا في هذا المسار متابعا لانطلاق الطموح ومسار طموح وتحدي طموح، بينما المركز السابع الشاهينية لهجن الرياسة وحارب بن مغير العميمي هنا بو سلطان ياتي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة دائما لهذا الشعار. المركز التاسع القادمة متعبة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، بينما المركز العاشر الوصول والتقدم من دانه لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي. من يتابع لنا دانا يتابع لنا هذا الشعار. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى هنا بهذه الشعارات العملاقة، شعارات مميزة، شعارات كبيرة هنا غد التقت في عاصمة الميادين وفي ختامي الوثبة. هناك نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات هنا في هذا المسار هجن العاصفة. من تتقدم على الصدارة الأولى مقدمة لنا الشاهينية، مقدمة لنا الشاهينية بمتابعة غياث الهلالية اللي تابع الشاهينية متابعة سليمة مميزة جميلة على الصدارة الأولى. المركز الثاني الشهام اللي احتلت المركز الثاني لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ياه يا مالي المجازف من عشاق هجن الرياسة هنا متابعيها هنا. هناك ايضا في هذا المسار المركز الثالث القدوم الوصول من لواحظ 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 يقودها الظافر، يتابعها الظافر علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الرابع الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة وحارب بن مغير العميمي هنا يتقدم متابعا لهذا الانطلاق، بينما هناك الوصول من طموح لهجن الشحانية محمد بن خالد العطي. يا سلام الحوت الحوت، هكذا النتيجة هنا مستمعين الأفاضل، هكذا النتيجة حضورنا الكريم متابعينا الكرام. الله 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 الله، 1200 بقيادة الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة وشعارها. من يسيطر حتى هذه اللحظات على الصدارة الأولى مع المركز الأول مع
الكيلومتر الاخير والخطير. هجن الشحانيه، هجن الرياسه، هجن العاصفه هنا. يا سلام يا سلام، ياهو ملتقى، ملتقى الاصايل في موعد الاصايل بقياده الشاهينيه على صداره هذا الشوط. الشاهينيه تعود ملكيتها لهجن العاصفه بقياده غياث، بقياده غياث الهلالي على مقدمه هذا الشوط مع المركز الاول. المركز الثاني طموح اللي احتلت المركز الثاني لهجن الشحانيه، ولكن الله الله هجن الرياسه هنا مع الشاهينيه. حارب بن مغير العميمي يتقدم بو سلطان، ما بين بو سلطان وما بين غياث، ما بين غياث وما بين بو سلطان. هجن الرياسه وهجن العاصفه، هجن الرياسه وهجن العاصفه، هجن العاصفه مع الشاهينيه. هجن الرياسه هنا ايضا مع الشاهينيه اللي تقدمت، اللي تقدمت، اللي باعدت، اللي انفردت الى صداره هذا الشوط. الله، تهانينا والناموس لهجن الرياسه، والتهنئه لحارب بن مغير بن سالم العميمي هنا. تهانينا لك يا ابو سلطان، تهانينا لك يا ابو سلطان على فوز هجن الرياسه. المركز الثاني الشاهينيه لهجن العاصفه، ثالثا طموح لهجن الشحانيه، المركز الرابع هذه ايضا الشهامه لهجن الرياسه، والمركز الخامس وصلت وتقدمت لواحظ لهجن الرياسه. هكذا النتيجه مستمعينا الافاضل للخمسه المراكز الاولى هنا، هنا الواصله الى خط النهايه بهذا القدوم، بقدوم الشاهينيه لهجن الرياسه. حارب بن مغير العميمي يقدمها ابو سلطان هناك ايضا في هذا التقديم الجميل والمميز هنا مع هذا الانفراد، مع خط نهايه هنا بشكل جميل وانيق دائما هنا بهذا الشعار. اعود الى التوقيت الزمني على المرافق لهذه الانطلاقه وفي هذا المسار. توقيتنا الزمني هنا 7 دقائق وايضا 13 ثانيه، 6 اجزاء من الثانيه، ويعتبر التوقيت الافضل. تهانينا لهجن الرياسه، والتهنئه لابو سلطان، والتهنئه لعشاق هناك شعار هجن الرياسه. على المركز الثاني الشاهينيه اللي احتلت على المركز الثاني لهجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، 7 دقائق 14 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث، ها هي طموح اللي احتلت المركز الثالث هنا ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن الشحانية هنا أيضا بقيادة محمد بن خالد العطية، وأيضا 7 دقائق 16 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا هناك أيضا على فوز الصلفة اللي احتلت المركز الثالث، هذه الصلفة لهجن الشحانية والمضمر جلال الله بن محمد بن طالب بن عقيل. تهانينا والناموس لكافة الفائزين.